أحسن الله إليكم. الكتيبات والنشرات التي مع الحجاج حول الأمور الشرعية بعضها يختلف عن بعض لاختلاف المذاهب، فبماذا تنصح الحاج؟ أنصح أنه يأخذ بالدليل، إن كان يعرف الدليل يعرضها على الدليل، فما كان له دليل يأخذ به، وإن كان لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم، يعرض الكتاب على أحد العلماء يستشيره فيه. نعم.